السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن Index of Hydrogen Deficiency وليه اسم تاني هو Double Bond Equivalence. إيه اللي ممكن نستفيده من Molecular Formula زي دي؟ يعني إيه اللي ممكن نستنتجه منها ويساعدنا في التعرف على الستركشر؟ أولاً Molecular Formula بتساعدنا إننا نستبعد Functional Groups بناء على الأتومز الموجودة وعددها. يعني مثلاً الفورمولا دي ما فيهاش نيتروجين، وبالتالي مستحيل يكون امين او امايد او نيترايل او نيترو كومباوند. كمان في 1 اوكسجين اتوم، وبالتالي ممكن نستبعد الكومباوندز اللي فيها 2 اوكسجين زي الكربوكسيليك اسيدز والاسترز، او اللي فيها 3 اوكسجين زي الاسيد انهيدرايد. كمان ممكن نستنتج ان مفيش بنزين رينج لان عدد الكربون 5 اقل من 6 وهكذا. ثانيا، وده الموضوع اللي هنتكلم فيه بالتفصيل، المولكولار فورمولا بتساعدنا اننا نعرف عدد الدبل بوندز او التريبل بوندز او الرينجز اللي موجوده في الاستراكشر. علشان نفهم الموضوع كويس خلينا نبدا بالساتوريتد هيدروكربونز او الالكينز اللي الجنرال فورمولا بتاعتها CnH2n+2، والجنرال فورمولا دي بتنطبق على كل الالكينز سواء كانت ستريت تشين او برانشد. والمركبات دي كلها بنقول عليها ساتوريتد لانها ساتوريتد بالهيدروجين، يعني فيها أكبر عدد من الهيدروجين أتومز يقدر يستوعبها الكربون اللي فيها. يعني مثلا الميثين الكربون اللي فيه ما تقدرش تستوعب أكتر من 4 هيدروجين أتومز، وكذلك البنتين أكبر عدد من الهيدروجين ممكن يستوعبه الخمسة كربون هو 12، وبيكونوا متوزعين على الخمسة كربون بالشكل ده. وبالتالي لو حسبنا الindex of hydrogen deficiency أو الدبل بوند equivalence للمركبات دي هيطلع زيرو، لأن ما فيش deficiency في الهيدروجين، يعني ما عندهاش نقص في الهيدروجين لأن ما حصلش لوس للهيدروجين في تكوين دبل بوند أو رينج. طيب إيه اللي بيحصل علشان تتكون الدبل بوند أو الرينج؟ علشان تتكون الدبل بوند لازم يحصل لوس لتو هيدروجين أتومز أو وان بير أوف هيدروجين، وعلشان تتكون التريبل بوند لازم يحصل لوس لأربعة هيدروجين أتومز أو تو بيرز أوف هيدروجين. والرينج زي الدبل بوند، علشان تتكون لازم يحصل لوس لتو هيدروجين أتومز أو وان بير أوف هيدروجين علشان الرينج تتقفل. إذن تكوين رينج أو دبل بوند بيعمل لوس لوان بير اوف هيدروجين اتومز، والاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي أو الدبل بوند ايكوفالنس بيعبر عن نمبر اوف بيرز اوف هيدروجين اللي حصل لها لوس علشان تتكون دبل بوند أو رينج. وبالتالي لو حسبنا الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي أو الدبل بوند ايكوفالنس هيطلع هنا 1 لأن حصل لوس لوان بير اوف هيدروجين، وهنا هيطلع 2 لأن حصل لوس لتو بيرز اوف هيدروجين، وهنا هيطلع 1 لان حصل لوس لوان بير اوف هيدروجين. طيب ازاي بقى نحسب الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي او الدبل بوند ايكوفالنس من المولكيولر فورمولا؟ بنحسبه من المعادله دي، الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي بيساوي نص مضروب في ضعف عدد الكربون ناقص عدد الهيدروجين ناقص عدد الهالوجين زائد عدد النيتروجين زائد 2. وفي ناس بتحب تضرب النص في اللي جوه القوسين وتكتب المعادله كده، عدد الكربون ناقص نص عدد الهيدروجين ناقص نص عدد الهالوجين زائد نص عدد النيتروجين زائد 1. هنلاحظ ان الاكسجين مش بيدخل في حساب الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي، يعني مهما كان عدد الاكسجين في المولكيولر فورمولا هنعتبره مش موجود خالص. خلينا نطبق على امثله. المثال الاول C2H6، الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي بيساوي نص ونفتح قوس ضعف عدد الكربون 4 ناقص عدد الهيدروجين 6 ومفيش هالوجين ومفيش نيتروجين زائد 2، يطلع الناتج 0. وده معناه ان الاستراكشر بتاع المولكيولر فورمولا دي ما فيهوش دبل بوند ولا رينج. المثال الثاني C4H8، لو حسبنا له الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي هيطلع 1، وهنا في احتمالين، اما الاستراكشر فيه دبل بوند او فيه رينج. المثال الثالث C6H10، الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي بتاعه بيساوي 2، وطبعا كل ما الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي بيكبر كل ما الاحتمالات بتكتر. فهنا ممكن نقول ان الاحتمالات اما الاستراكشر فيه 2 دبل بوندز او 2 رينجز او واحده دبل بوند وواحده رينج او واحده تريبل بوند. خلينا نشوف مثال كمان، C6H5OBr، الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي بتاعه بيساوي نص ونفتح قوس ضعف عدد الكربون 12 ناقص عدد الهيدروجين 5 ناقص عدد الهالوجين عندنا واحدة برومين ومفيش نيتروجين زائد 2. وقلنا ان الاكسجين مش بيدخل معانا في حساب الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي، هيطلع الناتج 4. طبعا هنا الاحتمالات كتيره جدا، بس من اشهر الاحتمالات دي هو انه يبقى عندنا 3 دبل بوندز وواحده رينج، يعني الاستراكشر يكون فيه بنزين رينج.
بس طبعا لازم عدد الكربون في الفورمولا يسمح بكده، يعني يكون عندنا 6 او اكتر. اذا لو كان عندنا عدد الكربون 6 او اكتر والاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي 4 او اكتر، ممكن نتوقع ان الاستراكشر يكون فيه بنزين رينج. ممكن توقف الفيديو وتدرب ايدك على حساب الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي او الدبل بوند ايكوفالنس للامثله دي. متشكر جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.